المسائل الثلاث معنا لندن انتتي. هذه المسائل الثلاث هي تقريبا انواع التوحيد الثلاثه معنا لندن دو بان نقول لك كان جو نوني توحيد تتفو. المساله الاولى فيها افراد الله سبحانه وتعالى بالربوبيه وبالاسماء والصفات، هذه الاولى معنا لندن ارنغال قوه نقول الله سبحانه وتعالى امورد تغونغو كجما إلا ماكو صفاتي ماكو تيمودي. نعم. المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك في عبادته. ما لندل دي مانغال قوتي نقول الله سبحانه وتعالى يمر ديوان الله ويلتاكي نديو هرتي نديو ورأنتي نوني كانكو إغوطو غو ديوان ما نديو شركانتي ديوان ماكو وانا النباجو وانا ملايكاجو وانا وليجو. نعم. المسألة الثالثة أن المسلم لابد يتبرأ من الشرك وأهله، لابد أن يتميز عن المشركين. نعم. معنا لندل تمانغا كو بيتو نتانكي وندي وقتوتو ندي وقتوتو وندو دي نتو أون شركنا الله سبحانه وتعالى ندي وسندو نيرتا إيقاء أون ما كفي دو الله سبحانه وتعالى يبرأ بقلبه إقرار واعتراف أن كل ما عليه الكفار كفر وضلال. هون رواتا ونيرد وقتا قول كونا قوانغا كان معنا كونا توحيدكم كبرني ما وانت في با وانت ما كلا ما كو موانا إلا والتوحيد أنك ميري وان أتوقيتو أنك جمع هفراء بين فوق يبرأ بلساني وصرح بلساني وما أنا من المشركين ودي فنينا كدك دنجل مور وانت ما وكان كو وقتك كو كوريت كون الله سبحانه وتعالى وإن من مجياك إمر بين شركنا بالله سبحانه وتعالى يتبرأ بجوارح لا يشارك الكفار في عياد في احتفالات في طقوس في الشركيات في البدع أوتي وقتو كان هيفرا بين كان يشركو بين فو إمور تري ماكو هون وون دون وتاوتاكي ما بي إمور إيدي ما بين كان يما إي نون ديف ما بين فو أوتي وقتو دون هلا أوبس. كيف نتعامل مع غير المسلمين، مع اليهود، مع النصارى، مع البوذيين، مع المجوس، كيف نتعامل معهم؟ كو هون نقول له نيرتين إمور يهود النصارى كان يما إي بيري وبسانا مود هون نقول له نيرتين ما بي. الناس في التعامل معهم انقسموا ثلاثة أقسام، طرفين ووسط. mana gollo ndirgol yimbe ben ko pecce tati wombe dido wombe sera kanyum e goto wondo hakkunde qism yata'arrad lil kuffar bil qatl was sab wa akhd al amwal mana feccere goto ton ben don ko yadugol he ferabbe ko warugol be jattugol jawle mabbe den wa qism yusharik al kuffar fi iyadum wa tuqusum wa ihtifalatum fi libasum hatta tadhun annu wahid minhum nasallahu alayhi wasallam feccere immerne on don ko jilodir he ferabbe himo tawe noneji idiji mabbe den kadi ma hajuji mabbe den ha sikka wondama kanko ko mabbe o tawa na'am was sahih al qism al wasat mana ko selli gonno den pecce tati fo ko feccere wonde hakkunde den feccere hakkunde erne nafi lahum bil uhud la nata'arad lahum la bil qatl wala bis sab wala bi akhd al amwal mana hon don be de anda he ferabbe en hunnane aadiji mabbe din wana ye warube wana ye jawle mabbe din wa ma hada la nusharikum fi iyadi wa ihtifalatum undo hollari fi entawe tawde mabbe immorde aadaji mabbe din kanyum e dinaji mabbe din kanyum e noneji dina mabbe kan nad'uhum ila allah no dembe dun yonde sen jille mabbe dun don ko e noddube faade ka dina allah subhanahu wa ta'ala nakhaf alayhim min an-nar naqul wallahi antum idha baqitum ala ma antum alay wa muttum ala hadha fa antum mukhalladin khulud abadi fi an-nar hol binirem imbere yite in pellet stay woni o mayi e dun do koko wondo e mun dun do hare wodo de ko luttobe yite nurid lakum al khair nuhib lakum al khair wa huwa al dukhul fi din an nabiyina alayhi salatu wassalam mala yidan yo modjere hon wonde modjere ko natu gol ka dina dina islam dina nila sallallahu alayhi wasallam nansah wallahi lakum kama nasah an nabiy sallallahu alayhi wasallam wala nagush mana min la banay o redu kono nila sallallahu alayhi wasallam la redu men jam fota ko kama yagush ba'd an nas wa yaqul la antum ala khair wa antum kadha wa kadha هذا من الغش الذي لا يرضى احد من المسلمين ان يقول به والله اعلم كن وون بي وون وون وادير دنو نجيلو ندير ماب ان انن كو موديره وون دون كو موديره وون دون كو دينا كو دينا غون كو ناندي مودو تندو وون دون كو جامفال غولبنو بار كو دينا اسلام دينا غونغا كان